الناس يجهر بالنية سواء عند الوضوء أو عند الصلاة، فإذا أراد أن يتوضأ، فإذا أراد أن يغسل يده اليمنى مثلا دعا فقال اللهم إني أغسل يدي، أو دعا قبل ذلك قبل وضوئه، أو جعل هناك أدعية متعلقة بالأعضاء. فإذا غسل يده اليمنى قال اللهم آتني كتابي باليمين، وإذا غسل رجله قال اللهم لا تمشني بها إلى حرام، ويتابع على ذلك ويكثر منه. فهذا لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينوي النية للوضوء بقلبه، ولم يكن يحدد أذكارا معينة يقولها في أثناء غسله لأعضائه، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول بعد نهاية الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقول إن من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر أيضا أن يقول المتوضئ بعد نهاية الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن من قالها جعلت وكتبت في رق ثم جعل عليها طابع فلم تكسر إلى يوم القيامة. فالجهر بالنية قبل الوضوء أو الجهر بالنية قبل الصلاة، نويت أن أصلي الظهر أو أن أصلي العصر، النية محلها القلب ولا يتكلم بها الإنسان. ومن الأخطاء عند بعض الناس